بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب الخير جميعا. تحت العنوان disable a button هيكون الكلام مع function اللي بتعمل disable ليه البطن. يا جماعة عندي اتنين بطن، البطن الأولاني بيكون عبارة عن بطن اسمه اوكي، وده اللي أنا عايز أعمله disable. هعمله disable لما اضغط على مين؟ لما اضغط على بوتون تاني اسمه disable اوكي بوتون، تمام كده؟ فالواجهه معايا فيها اوكي وديسابل اوكي. اوكي ده شغال بس ما فيهوش فانكشن دلوقتي، ما فيهوش اي شيء، بس من الواضح ان هو enabled كده. ها لما اضغط على disable ده المفروض يكون ان هو ايه يبقى disable او كانه مش شغال. طبعا انا ايه كاتب الكود بتاعي، فايه هنمسحه كده ونحاول نستنتج الكود مع بعض، تمام كده؟ اوكي خلونا كده نقول ان كده انا موجود فين؟ انا موجود في البوتون الثاني اللي هو ديسابل. الاون كليك لما اضغط عليه هيشغل لي حاجه اسمها ماي فانكشن 1. هنزل انا في الجافا سكريبت اقول له ماي فانكشن 1. ماي فانكشن 1 ديت هقول فيها ايه؟ والله يا دوكيومنت هنادي على المستند عايز ايه دوت جيت اليمنت باي اي دي، عايز اوصل للاليمنت اللي واخد الاي دي اللي اسمه ايه. ها نبص كده، عايز اوصل للاليمنت اللي واخد الاي دي اللي اسمه بوتون 1 ده. انا عايز اوصل لده، يبقى انا بالزرار اللي من تحت عايز اوقف الزرار اللي فوق، فهنادي عليه واقول له يا زرار اللي اسمك يا اللي واخد الاي دي بوتون، تمام كده؟ فيا زرار اللي واخد الاي دي بوتون اللي هيحصل دوت مالك عايز تعمل فيه ايه دوت ديسابلد equal to بتساوي القيمة true، تمام كده؟ فعملت control S فبقول انا كده وقفت الشو بتاع ده، فانا اوكي كده معايا شغال. لو انا عملت disable هلاقي ادي اوكي بيجي باهت ومش شغال معايا، حتى لو ضغطت عليه ما فيهوش اي شيء، حتى لو انا كتبت له في function فبالتالي في فرق واضح ان ده enabled وده disable دايما. ده بالنسبة للمرة بتاعت اليوم، يا رب اكون فزت بتوضيح المفهوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.